السلام عليكم، معاكم دكتورة آلاء سمير من وحدة الاي تي. هوضح لكم ازاي نوصل للالكترونيك كورسز اللي اترفعت لنا على الاوفيشال. هندخل الاول طبعا على الاوفيشال ايميل زي ما بندخل عادي من جوجل بورتال دوت اوفيس دوت كوم او اوفيس 365، وندخل على اول صفحة دي اللي بنعمل بيها لوجن، وندخل اليوزر والباسورد بتاعنا. هيفتح الايميل ده اللي هو البورتال اوف الاوفيشال ايميل، بيبقى ظاهر عندي في الجنب كده كل الابلكيشنز اللي بيوفرها لي الايميل بتاعي. في طبعا وورد واكسل وباوربوينت، كل الحاجات دي متاحه اونلاين اشتغل عليها. في كمان الاوتلوك او الانبوكس بتاعي اللي بتوصلني عليه الرسائل بتاعتي، وفي الشير بوينت. الشير بوينت ده هو اللي اترفعت عليه الالكترونيك كورسز بتاعتي، فانا لو دخلت على طول على الشير بوينت المفروض ان انا هلاقي السايتس اللي انا اصلا موجود فيها او مضاف عليها، والمفروض نلاقي من ضمنها دلوقتي هيبقى في سايت اسمه بمقررات الفرقه اللي انا موجود فيها حسب فرقتي. لو انا الفرقه الاولى ده ايميل طالب في سنه خمسه، فالسايت ظاهر عنده مقررات الفرقه الخمسه جنرال. لو انا في سنه اولى هلاقي مقررات الفرقه الاولى سواء جنرال او كلينيكال، مقررات الفرقه الثانيه على حسب فرقتي. طيب هو ده السايت اللي مرفوع عليه الالكترونيك كورسز بتاعتنا، المفروض هندخل عليه. اول ما ادوس عليه كليك كده وافتحه هيظهر قدامي المنظر ده كده. اول ما بنزل لتحت كده شويه بلاقي الجزء ده ظاهر عندي تحت اللي هي الدوكيومنتس، موجود تحتها تو فولدرز، فيرست تيرم وسكند تيرم. اللي مرفوع طبعا دلوقتي هي مقررات الترم الاول، مرفوعه في الفولدر الاول اللي هو الفيرست تيرم. اول ما بفتح الفيرست تيرم بتاعي هلاقي كل الكورسز بتاعتي متحمله في الفيرست تيرم. هو التمبلت ده مخلي الديكومنتس دي ظاهره على طول عندي من غير ما احتاج ان انا ادخل عليها هنا من اللي هو التاب الجانبي ده. ممكن برضو ادخل هنا من الديكومنتس افتحها كده من هنا، هلاقي برضو التو فولدرز بتوعي ظهروا، الفيرست تيرم والسكند تيرم. لو فتحنا فيرست تيرم اللي هو الفولدر بتاعي اللي فيه الكورسز بتاعت الترم الاول، هنلاقي كل الكورسز بتاعتنا مرفوعه عليه، اقدر افتحها واشتغل عليها عادي. الاوت لوك بقى كلنا برضو لو فتحناه هنلاقي الرساله دي ظهرت لنا من الاي تي يونت ان احنا فعلا تم اضافتنا لسايت اللي هو هنلاقيه اسمه مقررات الفرقه زي ما اتفقنا الفرقه اللي انا فيها. لو فتحته هيظهر عندي كده الاي تي يونت ادد يو تو ذا جروب اللي هو مقررات الفرقه الخمسه جنرال، اقدر افتحه برضو بالاوت لوك. لو دوست عليها كده هلاقي المنظر ده طالع لي تحت هنا كده. لو فتحناها هنلاقي ادي مقررات الفرقه الخمسه جنرال كده مفتوحه في الاوت لوك. لو عملت برضو شير فايلز فتحت من هنا هلاقي الفايلز قدامي ظاهره برضو، تو فايلز اللي هو الفيرست تيرم والسكند تيرم، اقدر افتح حاجه منهم وانزل اللي انا عايزاه وافتحه. ولو دوست على الايقونه بتاعتي هنا برضو اللي جنب مقررات الفرقه الخمسه كلينيكال هيفتح قدامي المنظر ده بكل الممبرز اللي موجوده. طبعا الممبرز دول هم بقيه الناس اللي موجودين معايا في الفرقه، وهلاقي الابلكيشنز اللي انا اقدر افتح بيها الجروب او السايت ده، الاوت لوك او الشير بوينت. فانا لو عايزه من الاوت لوك اجيب او افتح الموقع بتاعي برضو على الشير بوينت، ممكن هنا من الابلكيشن هنضغط على الشير بوينت هيفتح لي برضو السايت على الشير بوينت، ويظهر قدامي التو فولدرز المفروض اللي هم موجودين عندنا في الديكومنتس في السايت بتاعنا. بس كده ندخل على الفيرست تيرم والكورسز بتاعتنا كلها هنلاقيها متاحه قدامنا. ثانك يو.